حرف الاي في اللغه الانجليزيه ليه 3 اصوات، ومش هتتقن صوتيات اللغه الانجليزيه بدون ما تتقن اصوات حرف الاي الثلاثه. حرف الاي زيه زي بقيه الحروف المتحركه الخمسه ليه 3 اصوات: short vowel الصوت القصير، long vowel الصوت الطويل، r controlled vowel. واتفقنا ان r controlled vowel لكل الحروف المتحركه هيبقى في فيديو منفصل بعد لما ندرس الصوت القصير والصوت الطويل لكل حرف من الحروف المتحركة الخمسة. نظرا لان حرف الاي فيه كلام كتير، فانا هقسم لك اصواته على حلقتين. في الحلقة دي ان شاء الله هنشرح الصوت القصير، والحلقة القادمة ان شاء الله هنشرح الصوت الطويل. الصوت القصير لحرف الاي بيتنطق ايه؟ ايه؟ الف مكسورة ايه؟ والرمز الصوتي ليه في القاموس الرمز اللي انت شايفه ده. امتى بنطق حرف الاي بالصوت القصير ايه؟ في الاربع حالات الاتية. الحالة الأولى إن حرف الأي يجي بعده ساكن، بس مش بعد الساكن إي تنتهي به الكلمة، ممكن يبقى بعد الساكن حروف تانية، بس الكلمة ما تنتهيش بالشكل ده، ما تنتهيش بـ أي ثم ساكن ثم إي. زي إيه؟ big fish in. الحالة التانية اللي بنطق فيها حرف الأي بالصوت القصير في الكلمة غير أحادية المقطع اللي آخر مقطع فيها غير مشدد صوتياً وبينتهي بـ أي ثم ساكن ثم إي. في هذه الحالة بنطق حرف الأي في المقطع ده بالصوت القصير إيه؟ زي determine positive. حرف الأي اللي في الآخر اللي في الكلمات دي بيتنطق بالصوت القصير إيه؟ الحالة التالتة اللي بنطق فيها حرف الأي بالصوت القصير، خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام مركب ومتشابك وهنفك تشابكه شيئاً فشيئاً، في الكلمة غير أحادية المقطع. ماشي. اللي المقطع الأول فيها غير مشدد صوتياً. ماشي. واللي بيبتدي أو بينتهي بحرف إي. ماشي. بنطق حرف الإي في المقطع ده بالصوت القصير لحرف الأي. إيه؟ زي prevent. حرف الإي في الكلمات دي هو الحرف الأخير في المقطع الأول غير المشدد صوتياً من الكلمة غير أحادية المقطع، فبنطقه بالصوت القصير لحرف الأي. إيه؟ ده 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 depend prevent إيه؟ pre pre prevent. وبرضو encourage و example. حرف الإي في الكلمتين دول في أول المقطع الأول غير المشدد صوتيا في الكلمة غير أحادية المقطع. فأنت دلوقتي بيدور في ذهنك كلام، طب ما إحنا درسنا في الفيديو السابق في الصوت القصير لحرف الإي إن هو لو حرف الإي بعديه ساكن ومش بعد الساكن إي تنتهي به الكلمة بنطق حرف الإي بالصوت القصير إيه اللي هي الألف المائلة. الكلام لسه ليه تكملة، إن لو كان المقطع الأول ده في الكلمة غير أحادية المقطع وبيبتدي أو بينتهي بإي كان المقطع ده مشدد صوتيا، فأنا في هذه الحالة بنطق الإي بالصوت القصير. زي إيه؟ demonstrate إيه. مش هنطقه بالصوت القصير لحرف الأي. ليه؟ لأن المقطع مشدد صوتيا، المقطع الأول ده ده demonstrate. مش هقول ده، مش هنطقه بالصوت القصير لحرف الاي، مش هقول ده demonstrate، لا demonstrate. devil مش هقول devil، مش هنطق حرف الاي هنا بالصوت القصير لحرف الاي لان حرف الاي في مقطع مشدد صوتيا. enter مش هقول enter اني انا انطقه بالصوت القصير لحرف الاي ايه، لا بالصوت القصير لحرف الاي ا اللي هي الالف المائله enter. ليه؟ لان حرف الاي في المقطع الاول المشدد صوتيا. essay مش هقول essay، لا بالصوت القصير لحرف الاي ا ا essay. الحاله الرابعه والاخيره اللي بنطق فيها حرف الاي بالصوت القصير في الكلمات اللي بتنتهي ب e a r و e e r، فانا بنطق e a و e e بالصوت القصير لحرف الاي ايه. زي ايه؟ beer ear fear hear volunteer. القواعد اللي انا بقولها لك دي الاساس، لأن اللغة الإنجليزية متعددة المنشأ وفيها كلمات مشتقة من لغات كتير، فلما يبقى عندك أساس تقدر إنك تنطق الكلمة بالشكل الصحيح أو ترجح على الأقل إنك ترجح إن الكلمة هتتنطق بالشكل ده. أما لو أنت مش عندك أساس أو ما عندكش قواعد فهتبقى الاحتمالات كتير، هي هتتنطق كده ولا كده ولا كده ولا كده، لكن أنت عندك أساس. فإحنا بندرس الحاجات دي عشان يبقى عندنا أساس نستند إليه في النطق، أو عشان على الأقل نرجح إن الكلمة تتنطق بالشكل ده، وان لو في كلمات شذت عن القواعد دي فاحنا بنتعلمها مع مرور الوقت. بس كده بكده ينتهي الفيديو، لا يزال للحديث بقيه، ولكن that's everything for this video. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساش انك تعمل